نورتونا. الله يخليك يا فندم، النور نورك. طبعا السودان ومصر يعني شعب واحد واهل، ودايما يعني في كده تلاقي ارواح، في ترابط يعني، وترابط قديم مظبوط جدا. مظبوط مظبوط. وانا سعيد جدا النهارده بوجودي في البرنامج الجميل زوم افريقيا، وتحيه لقناه سي بي سي اللي دايما بتنشر الابداع، والتحيه للناس اللي خلف الكاميرات. انا مبسوط جدا بوجودي معاكم. فانا هتكلم عن الغنى السوداني. هو يعني في بعض الاغاني السودانيه ماخوذه من مصر، يعني بعض الايقاعات عندنا احنا، مع ان في السلم اصلا مختلف. مختلف، هو سلم سباعي وسلم خماسي. ايوه صحيح. بس عند مثلا في جنوب مصر في اسوان، منطقه اسوان والنوبه، نفس الاغاني. نفس الاغاني احنا بنغنيها في السودان هي نفس الاغاني بتشتغل في جنوب مصر، في اسوان وفي النوبه. وفي انا اشتغلت كتير في النوبه، وحتى اشتغلت للفنان الكبير منير، محمد منير. جميل. فحاجه اشتغلت له ولحنت له يعني ولا لا؟ لا غنيت اغانيه. غنيت اغانيه. أيوة. اوكي غنيت اغاني. طب ما نسمع حاجه كده، يلا واحنا سمعنا ايه؟ منير. نسمع حاجه نوبي على عربي. ماشي. لمنير. ماشي يلا. ماشي. بينا. Iyo shaman dore mengina, baring gas kiyo mengina, zikirim mala wainna, moltan gagla wainna. عشت تستني رايحة فين؟ أنا ليكي بغني غنوتين. عشت تستني رايحة فين؟ أنا ليكي بغني غنوتين. غنوة عن الآه والحنين، غنوة لعليك يا حنين. هي شمندور طهر الجسكي ومنجنة، سكر مالا وإنا مرتي ججلة وإنا. يا شمندورة لابسه ثوب يجمل من الصورة دوب يا دوب. يا شمندورة لابسه ثوب يجمل من الصورة دوب يا دوب. يا عيون غدارة عالقلوب، يا سمر يا سمارة دوب تدوب. يا شمندورة من جنا، فارين جسكي من جنا، سكر مالا وإنا مرتين ججلا وإنا. يا شمندورة من جنا، فارين جسكي من جنا، سكر مالا وإنا مرتين ججلا وإنا. جميل جدا. الله يخليك. صوت حضرتك يعني، انا بس عايزه اسالك سؤال كده، اللغه النوبيه بتفهم شويه نوبي علشان طبعا انا نوبي اصلا. اها. بس انا من النوبه بتاع السودان. اوكي. ايوه كل نوبه. ف اللغه النوبيه ما بين السودان وما بين مصر مشتركه. يعني ممكن لو حد يتكلم معايا نوبي ممكن افهمه. جميل. سواء كان في السودان او في مصر. جميل جميل. هو طبعا يعني السودان ليها كذا لهجه يعني، او مزبوط كذا قبيله. ايوه. ايوه ايوه ليها لهجات متعدده. وطبعا التراث النوبي او اللهجه النوبيه قديمه قوي، يعني من اقدم اللغات او اللهجات في تاريخ السودان. يعني تغنى بيها من يعني من الاف السنين. ايوه. وطبعا السودان متعدد القبائل ومتعدد الثقافات ومتعدد اللهجات. لكن احنا عندنا في النوبة يعني
حتى الايقاعات واحده، الموسيقى واحده، كل واحد. طيب يعني هل بقى الفنانين السودانيين مثلا زي حضرتك كده اتاثروا بالاغاني المصريه؟ يعني بتسمع مثلا مصري 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 بقى يعني؟ مش طبعا 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 انا بسمع مصري، وحاولت يعني غنيت كتير بالمصري. انا بسمع الاستاذ عمرو دياب، وبحب منير جدا. اهل السودان بيحبوا يعني الفنان ربنا يديله الصحه محمد منير، بيحبوه قوي. ايوه. بس هل بقى مطلعين على الـ 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 الاغاني التانية او المطربين؟ طبعا 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 كل المطربين. ايوه. حتى المطربين القدامى يعني عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، يعني الشعب السوداني مطلع مطلع على الثقافه المصريه والفن المصري كتير، لانه حتى عندنا فنانين في السودان، فنانين كبار قم درسوا هنا في مصر. زي مين؟ زي الفنان سيد خليفة. درس هنا في مصر، وعندنا فنانين كتير زي الفنان الأستاذ محمد وردي الله يرحمه، برضو كان موجود في مصر. أنا كنت بسمع له طبعا رحمة الله عليه. الله يرحمه. يعني يا سلام. يعني كان بيعمل حفلات كتير عظيمة جدا. يا سلام يا سلام. في الخرطوم يا سلام. يعني. أيوة أيوة. طب عايزين بقى نسمع أغنية كده، تسمعنا إيه؟ طيب نسمع حاجة من حاجة شعبي. شعبي سوداني. أيوة. ماشي. ماشي. أنا طول زمان فات، أنا كنت بأتمنى طول زمان فات، أنا كنت بأتمنى ليلتها تخلى وقعدتها الحنة. والله أنا والله ديلها لقدر خلفوا السنة، يا اخي ديلها لقدر خلفوا السنة، قالوا غير ميتين ما بندي لو جنة. والله يا درتي الغالية البيك طال سهري زي سواد حظي، أنا جرى علي دهري. والله يا درتي الغالية يحسدون الناس كل ما قلنا، يحسدون الناس كل ما قلنا، نبني آمالنا قلبيها نتهنى. والله وحطموا الآمال هدموا الجنة، حطموا الامال هدموا الجنة، بدلوا الريدة بدرهمها برنة. والله يا درتي الغالية البيك طال سهري زي سواد حظي، انا جرى علي دهري. والله يا درتي الغالية. انتي لو تدري انا قلبي كله حنين، انتي لو تدري قلبي كله حنين، يحمل الاشواق من سنين وسنين. والله وكيف اطيق بعدك انا قلبي بين نارين، كيف اطيق بعدي وقلبي بين نارين، ملول نار حبك
الثاني نار البين والله ذرتي الغالية البيك طال سهري زي سواد حظي أنا جرى علي جهري والله ذرتي الغالية. نورتنا وامتعتنا الله يعني محمد الاسمري واحمد ابكر من السودان نشكركم يعني الله جزيلا. يخليك يا رب الله يخليك. شكرا. انا كمان مبسوط جدا وشكرا لكم برضو وعلى اتاحتكم الفرصه لي في البرنامج الجميل.